يا اهلا وسهلا متابعينا الكرام من وين ما كنتم، معكم جود جي دي 13 من هروج مصارع بحلقه جديده لملخص حرب ليله الاربعاء. طبعا زي ما تشوفوا تاخرت عليكم يوم وانا اسف، لكن قاعد اصوره بالفجر وهذه مباراه الهيت والليكرز لايف. لكن خلينا في المهم وخلينا نتكلم عن حرب ليله الاربعاء، فلا تقصر معانا بدعمكم وان شاء الله انا ما اقصر معاكم بهذه الحلقه. خلينا نقول بسم الله ونبدا. طبعا عرض NXT اليوم وهذا الأسبوع هو بداية المشوار إلى مهرجان هالوين هافك. تكلمت عن هالوين هافك، ما يحتاج أرجع أتكلم عنه الثاني. خلينا نبدأ مع NXT وخلينا نختار ونتكلم عن أفضل مباراة في NXT لهذا الأسبوع. طبعا بعد ما شفت عرض NXT وقاعد أفكر إيش ممكن أفضل مباراة، فهي كانت مباراة واحدة اللي جدا 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 انبسطت فيها، واللي هي كانت مباراة أوستن ثيري وليون راف. ليش اخترت هذه المباراة؟ مو بس عشانها كانت سكواش ولا شيء، لا، لأنه من أول ما شفنا ليون راف خلال فترة العزل والبرفورمانس سنتر كان مستواه جدا ممتاز وممتع، وصاروا الناس يطالبوا بأنه الدبليو دبليو يتوقع معه، وهذا هو وقعوا معه، وهذا يعتبر نجم زي ما نقول عليه إضافة مهمة لروستر NXT. لكن الأحلى من هذا كله أنه من الأسابيع الماضية الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية قاعدين نشوف شخص مستمر يطلع أسبوع وراء الثاني، واللي هو أوستن ثيري. واضح أنه في فرق في التعامل بين المين روستر الشباب اللي فوق هناك وبين تريبل إتش. تريبل إتش مرة مهتم في أوستن ثيري، وأوستن ثيري ما يمدينا نقلل منه، هو نجم للمستقبل، عجبك ولا ما عجبك الولد فول باكج. الإضافة الأكبر من هذه كلها إنه أوستن ثيري فاز، وبعدها جاء ديكستر لومس واستكمل المباراة، وبعدين جاء كامرين غرايمز اللي هجم على ديكستر بعد ما ديكستر أخضع أوستن ثيري. فهذه كلها ربط لقصص مختلفة، وهذا اللي عجبني إنهم جمعوا حاجتين مختلفة وطلعوا بحاجة حلوة. فتروح معانا هذه المباراة كأفضل مباراة لNXT لهذا الأسبوع. الحين هنتكلم عن أفضل فقرة في عرض NXT. اوكي، من العرض كله ما في اي فقره الواحد صراحه يحتاج يتكلم عنها الا حاجه واحده اللي هي ممكن نمسك فيها ونتكلم عنها، واللي هو جوني غارغانو. في تصرفات متجدده فيه، وفي اشياء تخلينا نفكر انه ممكن في توجه مختلف معاه في NXT، خصوصا خلال العرض تكلموا انه جوني غارغانو شارك في 20 تيك اوفر، فواضح انه ممكن يهدوا على الريتم ويخلوه شخص جدا مفيد في تطوير مسيره وشخصيه كاندس لاري. فزي ما شفنا في البرومو حق الغارغانوز، هذا يوضح لنا إن ممكن جوني غارغانو يكون له دور كمدير أعمال لفترة بسيطة لما يلقوله الطريق المناسب، فممكن يتجدد وممكن نعرف عنه أكثر وأكثر في الأسابيع الجاية. فمتحمس أشوف كيف يعيد وتهيأ جوني غارغانو كمصارع هيل المفروض. يعني الحين حنتكلم عن أفضل ثلاثة نجوم في NXT لهذا الأسبوع، وأغلبكم حينبسط أنا متأكد. النجم الأول ليون راف. ممكن في منكم حيقول يا جود كيف تختار واحد زي كذا جابر؟ هو ما هو جابر، أنا مفكر فيه، هو ما هو جابر. نحط مع تشامبا، نحط مع كارين كروس، نحط مع أسماء مختلفة، واليوم مع أوستن ثيري، وطلع بشكل مختلف وطلع كالنجم كأنه موجود من أول في NXT. فزي ما قلت أول، إضافة جدا مهمة للروستر، وبدع في مباراته حتى لو كانت المباراة تعتبر بين قوسين سكواش، لكن مبدع. في المركز الثاني التيم حق دريك مافريك وكيليان دين. التيم ممكن يعتبر شوية كرنجي، بس فيه له أشياء حلوة لطيفة، الكرنج اللي يضحك واللي هي الأغنية، حسها أغنية إعلان تأمينات الصراحة، بس إنه مرة عجبني الشغل اللي بينهم، وبدأوا ياخذوا شكل مختلف كتيم مع بعض، خصوصا طريقة تعامل دين مع دريك مافريك. وفي المرتبة الأولى لهذا الأسبوع رجع من جديد راي باك 2020 ديكستر لومس. لا حد يزعل مني، لكن في حاجة مختلفة أنا حطيته في الليستة لأني شفت حاجة مختلفة في ديكستر لومس هذا الأسبوع، وحسيت NXT كانوا ضغطوا الزر الريست ويبوا يعيدوا تهيئوا من جديد ويقدموه من جديد للتلفزيون. فديكستر لومس هذا الأسبوع أفضل بكثير من ديكستر لومس الأشهر الماضية، يعني حتى ما شفناه كثير. فيدخل معانا ديكستر لومس لهذا الأسبوع، وخلينا ننقل على اللي بعدها. الفقرة هذه برعاية أسوأ برومو في التاريخ، أسوأ فقرة في الأسبوع، برومو إمبر مون. أنا ما قد شفت نجم الصراحة يكون راجع بشكل جديد ومختلف ويضحك، يعني حتى أنا ماني قادر أمسك نفسي وأنا قاعد أتكلم وأفكر في البرومو حق إمبر مون، تضحك وبعدين تكون جاد وبعدين ترجع تضحك، تحس يعني ما أعرف، تحسها جالسة في بشكة كذا مع أخويانا وأخوياتها وما أدري مين، وقاعد تقول لهم شباب إيش رأيكم سوي لكم برومو عليم الحين أبوي، شيء مريض صراحة. مرة ما عجبني البرومو أبدا، حسيت تريبل إتش كذا على طول قال إيش رأي أطلع
وريا ريبلي يطلع ويمسك المايك ورتب الامور وخلاص يلا ابني. بصراحه يعني للاسف برومو امبر مون يروح معانا كأسوأ فقره في هذا الاسبوع. والشيء الاخير اللي معانا في NXT واللي هو ايش افتقدنا من NXT هذا الاسبوع، وطبعا مره ما هي صعبه ودك تصفق امهم كف، القاب الفرق. يعني متى تعبنا وربي تعبنا اسبوع ورا الثاني تيك اوفر وما نشوف كثير تو ماتش. خلصنا من NXT وخلينا نبدا الحين نتكلم عن AEW داينامايت. عرض AEW داينامايت كان عرض خاص باحتفاليه 30 سنه على الاسطوره كريس جيريكو. المهم كريس جيريكو 30 سنه جميله حلوه، اغلب الاشياء اللي شفناها كانت عباره عن سنته الاولى في AEW، فما شفنا اي 30 سنه. وبعدين حسيت انه بعض الناس والشخصيات المهمه اللي جابوها اللي تكلمت عن جيريكو حسيت بعضهم يعني كان يعني فيها شويه فبركه، بس ما هي مشكله، ابدا ما هي مشكله. جيريكو يستحق كل العطاء والثناء والكلام الجميل والمدح لانه اسطوره والمعزه حقته واهم حاجه صارت في اخر 10 سنوات في الرسلينج. على العموم ندخل في AEW بناء فول جير ونتكلم عن افضل مباراه صارت في عرض AEW داينامايت. من كل AEW هذا الاسبوع صراحه هي مباراه واحده واللي كانت على لقب FTW بين براين كيج البطل وويل هوبز. ويل هوبز نجم جدا جدا جيد وممتاز لAEW، اكتشفوه بطريقة صراحة أحييهم عليها. الشيء الحلو فيه إنه مسيرته كانت جدا ممتازة في AEW دارك واستمرت في الأوقات اللي هم طلبوه، يعني لما قالوا له شارك في شيء طلع وقدم حاجة جدا محترمة، عشان كذا حطوا كل الثقة فيه وقالوا له يلا روح. طلع مع جون ماكسلي والحين في القصة حق جون ماكسلي قدام براين كيج تعتبر مباراة جدا ضخمة في مسيرة ويل هوبز. وغير إنها افتتاحية لحرب ليلة الأربعاء قدم مباراة جدا جيدة بين الاثنين الصراحة. وأنا مو بيج فان لبراين كيج لكن متحمس أشوف كيف ويل هوبز بيطوروه، وأنا أحب هذا النظام عامة. فقدم مباراة جدا محترمة ونهايتها بفوز براين كيج وبعدين تدخل التيم حق تاز واللي حسيته زي الهيرت بيزنس، يعني ما بقول هم يعني مقلدينهم بس سبحان الله يعني دائما حاول تبعد عن المتنافس بالأفكار. وهذه هي أفضل مباراة في هذا الأسبوع. والحين حنيجي ونتكلم عن أفضل فقرة صارت في عرض AEW داينامايت في هذا الأسبوع. أدري أغلبكم حيجي ويقول لي جود أكيد هي واحدة وهو المين إيفنت حق كريس جيريكو اللي صار بين جيريكو وMJF، ممتع مضحك وكلنا استمتعنا فيه، لكن عن نفسي أنا شفت حاجة ثانية مختلفة في العرض وعجبتني وودي أشاركها معاكم. فبالنسبة لي أفضل فقرة صارت هذا الأسبوع هي فقرة بناء مباراة لقب AEW الأسبوع القادم بين البطل جون ماكسلي ولانس آرشر. لكن واحدة من أحلى الأشياء هي أنه شفنا وأخيرا سمعنا لانس آرشر يتكلم ويقدم لنا برومو، وفي البرومو هذا يطلع بشخصيته ويعرف يجسد الشخصية أكثر وضيف عليها ربط قصة لانس آرشر وجون ماكسي من ايام NJPW، فكل هذا ربطوه وبعدين تكمل مع البرومو اللي قدمه جون ماكسي. وايش الحلو في البرومو حق جون ماكسي؟ واحده من ابرز الاشياء اللي قالها جون ماكسي عن خصمه لانس آرشر وكيف حطوا اوفر، قال لما تدخل تواجه لانس آرشر ما في فوز ولا خسارة، في انك تحاول انك تنجو منه، وهو نجا منه مرة واحدة في NJPW. فهنا يجي ويصرح مرة ثانية جون ماكسي انه ما اعرف ايش ممكن يصير الاسبوع القادم، انا افوز انت تفوز انا اخسر انت تخسر، كل هذه الاحتمالات جائزة، بس الاهم من هذا كله هو مين اللي حينجو من هذه المباراة. كل شيء كان ممتاز ومحبوك بين الطرفين وانا جدا متحمس اشوف مباراتهم الاسبوع القادم لانهم بمعنى الكلمة خلوني مهتم جدا. الحين حنتكلم عن افضل ثلاث نجوم من عرض AEW داينامايت لهذا الأسبوع. أول واحد واللي هو الموهبة اللي تكلمنا عنه في البداية ويل هوبز، ما راح أزيد لكن يستحق يدخل معانا كنجم لهذا الأسبوع على كل شيء قدمه وعلى الطريقة اللي وصل فيها المباراة جدا مهمة في الوقت هذا، فويل هوبز يدخل معانا لهذا الأسبوع. الشخص الثاني واللي هو MJF متواجد أسبوع ورا الثاني وقاعد يقدم أشياء جدا ممتعة مع كريس جيريكو، فيستحق إنه يدخل معانا كواحد من أبرز النجوم في الأسابيع الماضية واستمراريته تخليه يكون موجود معانا هذا
الأسبوع. الشخص الثالث واللي يعتبره مرة كان مهم هذا الأسبوع واللي هو بطل AEW جون ماكسلي. الشغل مرة نظيف رغم أنه ما طلع ولا ظهر ولا كان له دور مهم داخل العرض نفسه، لكن دوره في البرومو المسجل كان جدا رائع ووصل الرسالة المهمة اللي كلنا نبغى نسمعها. جون ماكسلي يدخل معانا كنجم لهذا الأسبوع. هذول نجومنا، والحين حنتكلم عن أسوأ شيء. والله يستر، ممكن لأول مرة حندخل معانا في أسوأ شيء مباراة بمعنى الكلمة، اللي هي مباراة لقب TNT بين برودي لي البطل وكودي المنافس. صراحة يعني مرة ما عجبتني المباراة، ولا البناء ولا القصة ولا حاجة مقنعة ولها واقعية كفاية عن اللزوم تخلينا نستثمر ونكون invested بالفكرة حقت مباراة dog collar match، طوق الكلب. يعني ما كيف ايش وصلكم لطوق الكلب؟ وايش وصل المبدأ لهذه المباراة؟ هذا شيء. ثاني شيء، على اي اساس المباراة تولع وتوصل لمرحلة زي كذا واحنا لسه ما شفنا اي بناء محترم بينهم غير اسبوعين برومو معفن ومباراة؟ وضيف انه المباراة جدا طولت، الحكم التعبان اللي كل شوية قاعد يطلع ويورينا كيف هو قاعد يوفر ويسلم الشفرات لبرودي لي. خذ برودي لي، خذ يا كودي، وخذ انت الثاني، شيل عندك واحدة كمان. لا، وضيف عليها المصور الحمار اللي فضح كل حاجة في المباراة هذه. فمعنى الكلمة من أول 5 دقائق وانت كمشاهد تشوف اللقطات هذه، رغم احنا كلنا نعرف انه هذه اللقطات موجودة، لكن تخليك تفصل وتقول يا حبيبي ايش قاعدين تسووا انتوا؟ خلاص ما يحتاج تقولوا لي الا والا. فالمباراه صراحه من بدايتها لاخرها مره تعبانه، البناء مره تعبان، ضيف عليها البرومو الزباله اللي قدمه كودي اللي حسسني انه هو اعظم اندر دوغ على وجه الارض. ماني متحامل ولا شايل شيء على كودي، بالعكس احترمه ويعجبني شغله، لكن بعض الاحيان في اشياء ما نحتاجها من واحد واصل زي كودي. واخر حاجه الختاميه من هذه كلها، انه ليش تشيل اللقب من برودي لي اللي هو يعتبر اكثر واحد يحتاجها، دارك أوردر يحتاجوا اللقب ويحتاجوا أن تكون الأضواء عليهم، وفوز برودي لي بهذا اللقب أعطى دور للدارك أوردر تقوم أنت تيجي تشيله وتخبصها زيادة وتعطينا مباراة قدام أورنج كاسيدي من ولا شيء الأسبوع القادم. ما هذا. والحين هنتكلم عن إيش افتقدنا هذا الأسبوع. الصراحة يعني ما في شيء يذكر من العرض. AEW Dynamite هذا الأسبوع بالنسبة لي كان جدا بارد وبدون قيمة مهمة. كان كل الاهتمام على كريس جيريكو، لكن عن نفسي إذا ما عندكم هذاك المحتوى اللي يخدم كريس جيريكو ويخدمنا إحنا كمتابعين مهتمين إنه نشوف مسيرة 30 سنة كريس جيريكو، فليش تقدمها إذا ما عندك محتوى؟ فما في شيء صراحة افتقدناه هذا الأسبوع غير إنه افتقدنا AEW دينامايت اللي احنا تعودنا عليه. في الاخير حنيجي نقفلها ونختصرها بسرعة وبشكل مرة مفيد. تحس العرضين هذا الاسبوع اتفقوا انهم يقدمون عروض بيض، فعشان كذا NXT طلع بشكل جدا عادي وما في له اي حاجة مهمة ولا حاجة تذكر، رغم كلنا متحمسين من بعد التيك اوفر 31، قلنا اوف بعد ايش حيصير وبعدين كيف حيبنوا هالوين هافك، الا وكلها نكسة في نكسة. انصاب بريدج هولاند، انصاب فين بالر، اندسبيد صاروا بدون اي قصة، كله لخبطة. فلو بقيم NXT لهذا الاسبوع ابعطيه 6.5 من 10. والحين نفس الشيء مع AEW Dynamite، عرض مو متكامل ابدا وفاضي وما في حاجة مهمة لا من بدايته ولا من اخر، وما في الا حاجة واحدة اللي جدا عجبتني واللي هي جون ماكسلي ولانس ارشر. العرض بمعنى الكلمة عريان، ما في اي حاجة تذكر، لكن لازم نكون منصفين ونقيم عرض AEW Dynamite ب6.5 من 10. العرضين هذا الأسبوع تعادلوا مع بعض، أتوقع شيء جدا منصف بالنسبة لسوء العرضين. ما أدري عنكم، أنا بالنسبة لي ما شفتها زي مستوى العروض حقت الأسابيع والأشهر الماضية. يعطيكم ألف عافية، إن شاء الله ما أكون قصرت معاكم، وإن شاء الله دعمكم ما يوقف أبدا. استمروا، شكرا لكم، وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. وكذا أقول لكم إلى اللقاء.